مصرايم هو مصرايم ابن حام ابن النبي نوح، أي أنه حفيد نبي الله نوح، ويعرف مصرايم بأبو المصريين، حيث يرجح أنه مؤسس مصر ومن أوائل من انتقلوا لها بعد طوفان نوح العظيم. أشهر ظاهرة طبيعية في تاريخ البشرية. من هو مصرايم وكيف كانت بدايته في مصر؟ تابع معنا. وحسب ما ذكر المقريزي في كتاب السلوك لمعرفة الملوك، أن مصر قبل الطوفان كان اسمها جزلة، وبعد الطوفان أصبح اسمها مصر، وتختلف النظريات عن مصدر اسم مصر، بين مصر بن مركابيل بن دوابيل بن عريان بن آدم عليه السلام، وبين مصرام أو مصرايم بن نقراوش الجبار بن مصرايم بن بنصر بن حام بن نوح عليه السلام. وفي كتاب أخبار الزمان ذكر أن خلافات حادة وقعت بين بني نوح، انصرف نقراوش عنهم واتجه نحو النيل وأعجبهم المكان، فأقاموا حوله واستوطنوا بتلك المنطقة بعد أن أعجبهم المكان، وبدأوا ببناء ما وصفه أبو الحسن المسعودي في كتابه بالأبنية المحكمة والمصانع العجيبة. وربما ذلك سبب رئيسي وراء تلك الطفرة الصناعية والعلمية التي توارثت على تلك الأرض، والتي نماها القدماء المصريين ليصلوا بعلومهم لذلك المستوى الغير مسبوق. ويذكر أنه أعطى أوامر ببناء المدن والقرى، وبدأ رجاله بتقطيع الصخور من الجبال والمعادن ليبدأوا عملية البناء، ثم أمر بحفر النيل ليبدأ سريان المياه بشكل معتدل، حيث يذكر أن ماء النيل كان متفرق في الأرض حتى النوبة قبل عملية الحفر المذكورة، لتبدأ النهضة الزراعية أيضا بالمنطقة. أما بالنسبة لمصرايم، فلاعتقاد أنه كان هناك كاهن يدعى قليمون، كان قد خرج من مصر وانضم لنوح عليه السلام وآمن به، وكان معه أتباعه وعائلته، وبعد أن ركب معه السفينة تزوج نيصر بن حام بن نوح من ابنة الكاهن قليمون وأنجبت له مصرايم، وبعد ولادته خرج نوح من السفينة. وهنا يتضح أن رحلة نوح كانت طويلة للغاية، وبدأ بتقسيم الأرض بين أبنائه، فطلب قليمون أن يبعث نوح معه مصرايم قائلا: ابعث معي يا نبي الله ولد ابنتي حتى أمضي به بلدي. وافق نوح وأرسله معه، وبالفعل أسس قليمون بلدة من أغصان الشجر وأسماها درسان، وتعني الجنة، وبدأ يعمرها بغرس الأشجار والزراعة. ويذكر أن ثمار تلك الأشجار كانت ضخمة للغاية مقارنة بالحالية. وقيل أيضا حسب الكتاب أن مصرايم أول من صنع السفن بالنيل، ثم تزوج وأنجب قبطمة وأشمون وأتريب وصاو، ثم بدأت مرحلة التعمير بعد أن ازداد عددهم وأصبحوا 30 رجلا، وبنوا مدينة عرفت باسم ناقة وتعني 30. وعند موت مصرايم تم تنفيذ وصيته بحفر سربا في الأرض، وفرشوه بالمرمر الأبيض، ودفنوا معه العديد من الكنوز، ووضعوا مجلسا من الذهب في وسط قبره، وكتبوا عليه أسماء الله لكي تمنع أخذه. ويذكر أيضا أن كتب على قبره: مات مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام بعد 700 عام مضت من أيام الطوفان. ويذكر أيضا أن دفن معه الكثير من الكنوز والذهب والتي تم دفنها في أعماق الأرض. أما عن سبب وصف مصر بأنها من أهم بقاع العالم منذ بداية الخليقة، والتي يطلق عليها أم الدنيا، فيعود ذلك كما ذكر في كتاب فتوح مصر وأخبارها، أن نوح عليه السلام كان يدعو الله بأن يرزقه الإجابة في ولده وذريته، فوعده بذلك، فنادى نوح على ولده فلم يجيب أحد سوى ولده سام، فوضع نوح يده اليمنى على سام واليسرى على أرفشخد بن سام، ثم نادى على حام فلم يجيب، فدعا الله أن يجعل من ذرية أرفشخد ملوك الأرض والأنبياء، ويجعل أولاد حام أذلاء. ولما سمع مصر بن بنيصر بن حام جده نوح، انطلقوا نحوه وقال: أنا أجبت دعاءك يا جدي، فأدعو لي دعوة من دعائك لله. ففرح نوح بطلبه، ودعا أن يبارك الله فيه وفي ذريته، وأن يسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد، ونهرها أفضل الأنهار وفيها أفضل البركات، سخر له ولولده الأرض وذللها وقوهم عليها. وبالفعل كان الملك والنبوة والبركة في أرفشخد بن سام، وظل سام مباركا في الدنيا حتى وفاته. ومن تلك الرواية يتضح أن الله قد ميز مصر، وأنها أرض بركة وخير، بعيدا عن طغيان البعض عليها على مدار تاريخها.